الأشياء الأساسية اللي تاخذيها؟ المكياج أهم شيء. طبعاً تكون مرتب نفسك للدولة اللي بتسافر لها، وش توجهك أصلاً في السياحة؟ هل توجهك تبغى جزر، تبغى مثلاً دولة على بحر أو جبلية أو خضرة أو كذا؟ أي على حسب الدولة، على حسب متطلبات الشنطة. شخصياً أنا ما أسافر كثير، بس إنه أشوف يعني إن نأخذ الأساسيات، منها المستحضرات تجميل، مستحضرات العناية، الأدوية. أحياناً يكون الشخص يمكن عنده مرض مزمن فيأخذ هذه الأدوية. أول حاجة أعرف المنطقة اللي أنا رايحت لها، باردة أو حارة. أنا ترتيبي عادة للشنطة ذكي جداً، بحيث أنه الأشياء الأساسية، الألوان الأساسية، الأسود، الجري، البني، هذه ألوان أساسية. أرتب شنطتي على حسب طبعاً يكون المكان، هل هو كاجوال أو يعني أشياء مثلاً الكعوب الأشياء هذه تكون بالليل، السبورتات وما السبورتات تكون وقت النهار. فما أحب الشنط الكبيرة جداً، أهم شيء عندي المكياج للأمانة، والأشياء البسيطة والخفيفة في نفس الوقت.